gabadhaas waa gabar nolosha ka qoosatay nolosha ay ka qoosatay isaguna waa iska qoslaya intu meelaha is dhibaacadiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا شعبك سوماليا ذو ملك السودان ذا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين كان لك قروح ذا قوس كتبه إجلا سعتان ورجينا يا نجوى نبض قبل إن رب جن ودبي نوكل السيء السجاي ما هذا سوسقناتي رمضان كريم رمضان مبارك يا إذن الله ولا ليال حرام ما أنتنا إذن الله وذاكو لعذاني والمركي اللي في ريو لعذين أن كدوانين كوي كجوني ذا ها قبلها إن سوماليات كوي كوني ذا قبل هنا سوامل هذا نويا. ليف قبلك جدي على قاعش تقولي. لو توك حي. إيجا جدي. نجا كاو كاو جدي من الرافته أنا جا صوتهم تي أنا جا. ليف نجا جدي مش أنا كاو جدي. ده خلنا نشتي من أول ده نقولك. ولا يبلا هنا تشتي من كرينا أرض. جدي من الراف. حرام بكاني هانكوي. muuqaalkan baraha bulshada markii la soo galiyay dadku waxay leeyihiin dadku waxay dhahayaan ha waa qoys washay waa qoys inta waa qoys inta waa qoys inta waa qoys washay maaha qoys washay ma aha ee waa gabar Soomaaliyeed oo halka loo istaagay halka wallahi wallahi loo qad jirka ayaad ka sawiran kartaa dhibaatooyinka qofkaasi uu qalbiga ka dareemayo dadba markii waxa leeyeen ah waa saam waa qoys Soomaaliyeed waa qoys inta waa qoys inta ma dareemayaan xanuunka gabadhaasi caloosha ay ka dareemayso ma dareemayaan nabad jira anaga nabad ma iska dii inaba jiri de aniga waayay inaba jira aniga waan ka gubanayaa aniga inaba jiri tan inta muqaal kale iska soo duubay baraha bulshada la soo galiyay qaybta dambe ee video gan kaga hadli doona laakiin gabadhaas waa dhibaateysan tahay aad iyo aad bay waliba u dhibaateysan tahay waayo gubashada qalbigeeda aan dareemina qaabkay u hadlayso baa ka dareemi kartaa qofkaas inay gubanayso qalbiga ka gubanayso qaab hadalkeeda ay ka sawiran karaan dadka aqliyadoodu ay joogto ay ka sawiran karna waxay taagan tahay isma baqabnaba aniga adigu اسم ما قبنا أنيجي أديجو اسم ما قبنا أنيجي أديجو أديجا مقال كداونا يبل إلى وذاك دنت أي كلا هذا يوحي ولا جد أني أديجو اسم ما قبنا دنت أي كلا هذا هاي هي السبب تكوك اللي فتي أديجا مقال كداونا يا قيبت كومنتي يقولوا وذاك وريكم مركو مالها اسكي مقية حلو ودون إيمانية حلو ودون وسن إيمانين اسكي صور ضحية معناها أيسن أكل الصعنين إنه رير ليهاي إنه سن رير لهاين جبرد وحي كو قصبنا انكرتا إن أي نكا كتر هذا اسمه بقى بنبا وأيو مسؤولية دي قويس كان إيا رير كان كاسر نيد باك مقنبا وماشي كمقن وإسكي خوص ليا ديك 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 بو إسكي خوص ليا يدينا وحي قراع عسا سقاشن إسقال بي قراع عسا جبرد عسي إنه قراع ذو وحير باك دمان وأنا قفرنتي وحن دريمنا مستحيل إني أودي لنت والله وليبا موقالك وحيالها يابك له ودتك الصومالي دي قاركود إي لفة جعين وحكمد أه من كان إن أسميستي وضيال أهل المرقان أه وضيال أهل المرقان أه وإساقون قرتي ساقوية مركو الله بالله موضو جادة وقادو وأنا وحيالها رنتي دلوذي قار كمد قبل هنا الصوماليات وحيالها الدلوذي أي كمدهين ما أنت إنتو نكو قبل وحدونكو سمايو قابكو دونا أولا دقمو وحو الرمو كلها الله
مركي قبدي حناقض إلا وبني آدنة طور أضيال وأسجل لقيشة أنتو جاد أسوق هذا جورج عمرنا يا مركي أسمع أنتو نالك على جود قرينا يا مركي قف كان نلشي بوك قوس تبي مقل جرت قبدنا والله إنه عسوك لا يسات إن أي نلش هذه كقوس تبي عسات وأيوه حكيت دري مكرتا قاب هذا الكذا أي إن قلبي جاي كهل عسو ويك جبنيس وعو تانيها ولي جاي بانا كفرن ولي جاي بانا كفرن وانن بورة أما بور كتير سوا وانن بورة أما بور كتير سام سبت أنا لجده محتى وانن أق أضياشن استجل لك يلا إن قرت أسيج أقول دونا أشيب أنا جاي ما بكفتيت والله هنا أنا تكمل بانكور هاد دراسة دراسة نكاسي ما خبر أنا جا يا مخاتيا عفرتني أنا العتة قاعد قبل بين تهدو قاعد ورنا وحاسب عشان تدي تشميري أنا كابتن مع سعو حد كفتيت عفرت هذا ضيالة أي قبل أسوشي جيسو وعفر السجل لصفن أو مالكو صاحرتي أو معناها وحويان قبل داس شقة أجد تكلي إن لما جاد أوقع هذا يسون وحدون قبل دي وكسر مايو قبل دي يسوا ماليات ورحدين إن عدانا رعضو كهر كمهرنا ولا عانا يا ولا فلقة دينا يا نن جنبه رعضي نن انتي رعضي نن كنا رعضي مركا أساس كلها متى جرسني قبله إن من أجانب أي جورسته مرنا متى جرسني ديني عند قف كده مسلمي هاي دينتي أنا بقبل الناس لا بد قفود نصفها نكودة أيك حرنتها لكن مركز توه حنجعلها هاي قبل الصوماليات إن دخلوا ونقضوا الكل الصوماليات إلى هذوم يدوح معه ما وضح من رجوي قارب بدن بأون أكسن إنك الصوماليات ترى هذا حل ملايبه بدو قرمية لكن دتك اسكومد معها بني آدمكو اسكومد معها كمانان إيه ملايين آد أون أكسن أو قيمة بدن أي جرو أباها جن أباها أذكر داونا يا أباها وكم ذي مركب جبر دنارته ويد بنتها إلهي وحن أور جيننا أو إلهي أو ديننا إن وحويان دبعت ده هي ست جبرها وخذ القاضو بل آمين ده أنت بل آمين ده وحن أصل الله بنا يا مركب مدن لايف كا هرت عادة ذينا يدقن كينا أي نقطي لما قفوا إسجعل هذاي إن سوشيال ميديا يسكون حجعل هذا إسلا عادة ذينا أي نقطي لما ذي قفود إيش اللي إسود وتي السوشيال ميديا دحبو ذي السوشيال ميديا يسكون حبرتي إجعل كده السوشيال ميديا نقصا بندقي هدو مركي يسكون عانا إن عايد هذي إيه في الجادة هذي إيه سيدن بو هذا هذينا براها بلشيدة إنو قلوه إذا قان وحاس لقن باو إيالانا لقن أيان إيالانا وحاس وحاد معلها لقاك وحلقاك قبان كرانا معها وحاركيسا قبر إيويل سوماليين وعراس كوضو سوق روح بدنو دحي لكن هل سنو أما كير أما هل سنو إلا بسنو مركي لقارو أداركيسو قبر ديو نينكي لأ وبرك وبرك سانو واحا وانت وانت أسيقال كاسو تاريين سانا إهد سانا إهد سانا إهد مركي قبر دم إن أيضاً نك هذا لدق على ميس. موقال كافي ديوك أنت صوت دكتور إيه براها بروشيد السوقلس. لا وفر ريموت بيا حبار سنتها. لا وفر ريموت أي حبار سنتها. ومذا جبرني إن أي تصنيسه دتك عقل يدوه وشقينسه أو مالها فك فوق وحكاركه. إن أي تصنيسه إن قلبك أيك جبنيسه. قلبك أيك جبنيسه أو نكني أضل من أي جبرن. وقذب قذب كلا بعضنا. عادن أقول إن هاي إن معناها وحواي ليه هذا هبلايو نك هذه أي ساقر حسي هبلايو نك هذه بساقر حسي وقذف كأون كده قذف كأون كده قال كراعي وحبيه لها مركا ورجبت الصوماليات أسيد قروح ده بدل الجوسي أسيد قروحان جوجش الجوسي أوضياشي كسي أي ولي جوجان ولي أي جوجان وحلاقيها بجبرها هذا إني أولادي عرروا هس بكوس المير بمشك ويناي إن أي هذا الشيء إني عتكل بس ما جرناه وحلاقة بنكا إني قبل داس عرروا ورش عرروا إني ورش على جيابة كما في كريو بق مظن أو كلات بقمي اللي نقولي جبوا رح جو جاي هذا عرروتي أنا جاي بنجاه الرجال وقت وقت كان عن جونو عرروت أي جاب بنجاه سيه الرجال كما في كريو ورجبتنا نقولي جيد الجوتة وحاط نوع عول رقم يسنا وقولي جاي دعوة بل هذا الله أذكره الله سو ككل ترتيبه قف حنا أحسن وأتك حنا جسي
oo laga yaabo dhibaato inay ka tabanayso sidee uu gurigaaga soo galaa horta ina ayadii soo xalisa sooma oo bal soo raali geliso oo soo nashnaashto oo wixii qalad oo dhacay aad ka soo raali geliso oo ayadoo raali ah aad macnahaade wax waaye aad soo gurigaaga soo sooma marka mid waa uun gabadha inay qalbiyada ka ooyneyso oo qalbiga ay ka gubaneyso in dadka Soomaalida ay tusayso qodobka labaadna uu yahay uun dhaqamadeenan heblaayo ninkeeda bay soo qirxisay uun oo magaca hadda gabadhaas TikTok live inay ku jirtay baan u maleynayaa anigu muuqaalkan waxaa la igu soo diray luuqa laakiin waxaan u maleynayaa in TikTok live ay kaga jirtay warnimayo marka gabadha haddii aad isfahmi waydaan oo aad isdhaqan waydaan oo meeshan dhaqani uusan ka muuqan in aad reelo gogoshii lagugu siiyey baa taal odayaashii ku siiyey baa jooga sharaftii iyo qiimihii lagugu siiyey baa weli taal gabadha haddaad isfahmi waydaan gacanta ka soo qabay ee hooyadeed iyo aabeed u keen aabo miy ahaa hooyo miy ahaa gabadhiini waan fahmi waayey oo taasa si sharfoon oo qiimo leh laakiin sidan war gabadha aabaa dharay adigoo kale ah oo aadan jeclaan lahayn in macnaha waxa weyan gabadhaada nooca lagu sameeyo walaal baa la dhashay adigoo kale ah oo aan jeclaan lahayn walaashii in noocaas loola dhaqmo ilma abtii ilma edii walaalay leeda qofku qof dhulka ka soo baxay ma ah waa bani aadan adigoo kale ah in aadan reelo gabdhahaan ka xishoonno gabdhaha soomaaliyeed halkaas baan u istaagnay aan ka xishoonno bal at least aan tixgelinno waraad baa u mahadsantihiin waa ramadaane kuma sii dheeraan karee inta aan muuqaalada xigay isugu soo laaban doono cafi iyo masaamax waxaan idinkaga tegaya nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bishaaraan ku leeyahay waxaa idiin keenay alaab dabiici ah oo ka samaysan dacar ka samaysan oo aanan ku jirin wax kiimika ah ama wax ku cadeynayo kuma lihi wuu ku cadeynaa kuma lihi wuxuu kaa dhigaya nuur seven days oo ku cayile kuma dhahay alaab dabiici ah oo ka samaysan dhir oo ka samaysan dacar oo waxay ahayd kaaliska idiin keenay kenya insha allah lambarkana shaashada idiin soo saaray haddii wejigaaga uu haaro leeyahay haddii wejigaaga uu muxuu hayay ka halaabay ama daawo kaa dishay haddii wejigaaga mar walbaba yacni dhibaatooyinka ay kusoo noqnoqdaan xasaasiyadda ay kugu soo noqnoqoto lambarkaas shaashada ka muuqdo wac una sheeg lambarka inaad kasoo qorato walaashaa maryan insha allah daawada u baahan tahayna u sheeg allah daawada kugu haboona waa laguu sheegi doonaa hadduu ilaah subxaana watacaala qadaro kusoo dhawaada muqdishona dukaan ayaa idinkaga furnay maasha allah tabaarak allah weliba waxaa idiin fariisiina dhakhtar fri ah ku arkay abaabo yaa lagaaga hormarin dhakhtarka joogo muqdisho kulankiisa waa fri hal shilina kaama qaadanaa xanuunkaaga u sheeganaysaa meel walbo laga hayo sokor dhiigkar kolesterol kor xanuun madax xanuun maxay hormoon balance inuu mar walba hormoonkaaga qaldan yahay oo muxuu ahay dhibaato fara badan ay kugu soo noqnoqoto dhakhtarkaagaas wax kasto aad yacni dareemaysid baaba sir ha ahaato waad u sheeganaysaa freedom ma fahanta shilin kaama qaadanayo daawada kugu haboon bisu ku siinaa marka meeshaas waxaa ka gadan doontaa daawadii oo weliba kugu habooneed oo weliba dhir dabiici ah oo dacar ka samaysan ay ka samaysan tahay dukaan weynaanta ka bati oo waxaan ku yiraad alaabtaa doontid aad ka helaysid qorxinta sidoo kale dhakhtarka waa la kulmaysaa wejigaagu arkaa daawo fiican ku qoraa lambarka shaashada ka muuqdo ha moogaanin insha allah intuu jooga muqdisho asaga kuu sheegi iyada kuu sheegi doonta gabadhaas lambarkeeda meesha idiin soo saare hadduu ilaah subxaana watacaala qadaro waca una sheega in aad kasoo qorto walaashaa marin aad u baahan tahay dhakhtarka inaad la kulantid taas waa kow haddii aad u baahan tahay waxyaabo kaloo extra 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 ahne lambarkaas isagana shaashada idinkaga muuqo oo maraykan laga leeyahay manager sacdii xirsi wac insha allah saddex lambara meesha idiin saaran kusoo dhawaada hadduu ilaah subxaana watacaala qadaro lagama sheekeyn karo wejigaaga hadduu halaysan yahay oo kenya aad joogtid waan kuu sheegay gabaray fadhiga ka kacaan ku dhahay madmadow haaro maxay aheeday wejiga inay daawo kaa dilootay haddii aad u baahan tahay si dabiici inaad isku qurux badnayso